بدك مساعدة؟ يسلم. بصراحة كتير تفاجأت بهالتغير السريع. شو اللي صار؟ عايدة؟ مايا قالت لي إنه ما أتخلى أبداً عن مشاعري، وقالت نحن منحب بعض وحرام نعمل هيك. يعني لو ما حكيت مايا كنت رح تتركيني سافر؟ حتى لو تركتك تروح هالشي مو معناته إنه أنا ما بحبك، بتعرف مو هيك؟ يعني بتحبيني؟ ما في داعي تسأب حالك كتير. خلص خلص لا تعصبي، بس يعني لأنه صار لي زمان ما سمعتها منك. بموت فيك، انت بتعرف هالشي.